التاريخ يتكلم، الحاضر يتكلم، والجزائر تتكلم. منتخبنا الوطني في الدور الثاني لكأس العالم. برافو يا أبطال، شكرا يا محاربين، شرفتم الجزائر وشعبها وأمتها الإسلامية والعربية. هكذا هم أحفاد الشهداء، وهكذا هم أبناء بلوم ومجار. الخضر يجتازون الدور الأول لأول مرة في تاريخهم، ولثاني مرة في تاريخ المنتخبات العربية. أداء كبير وحرارة كبيرة. أشبال وحيد حليلوزيتش لم يتأثروا بالهدف المبكر للروسيين في الدقيقة 5، واصل القتال برجولية إلى أن دقت ساعة الفرج في الدقيقة 60 من عمر المباراة بفضل رأسية سليماني التي فجرت الملعب ومنحت الفرحة الأكبر. الدقائق الأخيرة كانت صعبة وصعبة جدا، ولكن مشيئة الله أرادت أن يبلغ محارب الصحراء دور الكبار. تعادل أهل منتخبنا الوطني بأربع نقاط وفي المركز الثاني خلف بلجيكا التي فازت في نفس الوقت أمام كوريا الجنوبية بهدف يتيم. برافو يا رجال، برافو يا أبطال، والملتقى أمام الألمان في الدور ثمن النهائي. 1-2-3 فيفا لجيري. للمرة الثانية على التوالي حصد نجم الخضر إسلام سليماني جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الروسي، والتي حملت النبأ صار للجزائر بتأهل منتخبها بصورة رسمية للدور المقبل من بطولة كأس العالم 2014. وكان إسلام الذي أكمل 90 دقيقة من زمن المباراة وصاحب هدف التعادل الجزائري إثر رأسية سكنت شباك حارس المنتخب الروسي في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، ما جعل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي فيفا يختاره رجلا لهذه المباراة. أعرب الناخب الوطني وحيد حليلوزيتش عن سعادته الكبيرة بقيادة محاربي الصحراء إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم عقب التعادل مع روسيا سهرة الخميس في كوريتيبا ضمن الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة 8. حليلوزيتش عقب نهاية اللقاء صرح قائلا: إنها فرحة لا توصف هذا المساء، والتأهل مستحق. الجزائر قدمت مباراة بطولية وتأهلنا مستحق أيضا. هناك فخر كبير بما قدمناه منذ 3 أعوام، إنه تطور هائل. وضرب البوسني عصفورين بحجر واحد بعدما حقق حلم الجزائر بالتأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني، ورد الاعتبار لنفسه بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من خوض العرس العالمي للمرة الأولى في تاريخه قبل 4 أعوام على رأس العارضة الفنية لمنتخب كوت ديفوار، لكنه أقيل قبل انطلاق العرس الكروي في جنوب إفريقيا ب3 أشهر، وتم التعاقد مع السويدي سفان غوران إريكسون. 3 سنوات من التعب، 3 سنوات من المعاناة، 3 سنوات من الاجتهاد، و3 سنوات كانت كافية لتحطيم الأرقام ودخول التاريخ الجديد للدور الثاني. فغولي نجم المباراة ورجل اللقاء دون منازع، لاعب المنتخب الوطني صرح مباشرة عقب لقاء المنتخب الجزائري أمام نظيره الروسي أن 3 سنوات من التعب ومباراة قوية وكبيرة أمام منتخب قوي ولم يخفي العناصر الوطنية فيها أي جهد للفوز، بل حسب فغولي تأهل تاريخي وحمد الله على توفيقه له. أهدى الجزائر التأهل إلى كل الجزائريين وكل العرب وكل المسلمين بقوله: الحمد لله دخلنا التاريخ، وهو إهداء وتأهل مهدي لكل العرب والمسلمين. لدينا مجموعة قوية وشخصية الفريق، فضلا على أنصار من ذهب يهديهم هذا التأهل. أما عن مواجهة ألمانيا في الدور المقبل، قال فغولي: علينا الاحتفال اليوم بالتأهل التاريخي، وبعدها سيبدأ تركيزنا على الدور النهائي أمام ألمانيا. تعاهدنا على بذل كل ما في وسعنا من أجل إسعاد الشعب الجزائري، هكذا قال ابن مدينة المنيعة ياسين إبراهيم عقب نهاية لقاء الجزائر أمام روسيا يوم الخميس. وسط ميدان المنتخب الوطني قال أن تأهل الخضر كان مستحقا، وأنهم تعهدوا ببذل كل ما في وسعهم من أجل إسعاد الشعب الجزائري وحققوا له ذلك وهم يهدون له التأهل. نجم غرناطة والجزائر اعتبر منافسه روسيا قد خلق لهم صعوبات كبيرة وعقد من مأموريتهم للعودة في النتيجة. صحيح أن الخضر لم يكن أداؤهم بنفس الطريقة التي لعبوا بها أمام كوريا، إلا أن إبراهيم قال أن ذلك لم يمنعهم من اللعب بإرادة وتصميم كبيرين إلى غاية تعديل النتيجة ومواصلة تسيير اللقاء بذكاء إلى أن أعلن الحكم التركي نهاية المباراة. دخول الجزائر التاريخ بعد 32 عاما اعتبره إبراهيم هدية أجمل وأحسن وأفضل لكل الجزائريين الذين أهداهم هذا التأهل.
إشادة كبيرة من نجم الكرة المصرية أحمد أبو تريكة على التأهل التاريخي الذي حققته الجزائر إلى الدور الثاني من منافسات كأس العالم. أبو تريكة قال أن نجم المباراة كان ثلاثي فغول سليماني وإبراهيمي دون أن يقلل مما قدمه بقية اللاعبين، وقال الجزائر قدمت مباراة قوية وكبيرة، والثلاثي سليماني فغول إبراهيمي قدموا أحسن وأفضل هدية وهي التأهل. هكذا صرح أبو تريكة. وعن سير المباراة ومجراية اللقاء أوضح أبو تريكة أن السر وراء تألق الخضر يعود إلى التوازن الكبير الذي كان على مستوى وسط الملعب، خاصة بعد دخول يبدأ مما عقد من مهمة المنتخب الروسي الذي لم يقدر على اختراق حصون الخضر. قوة الحارس وهاب ملحي وإصرار جاب وسيطرته على الكرة صنع حسب أبو تريكة الشيء من لا شيء. التركيز العالي للاعبين فوق أرضية الميدان زاد في صلابة الجزائر، وهدف سليماني أعطى للاعبين روحا قوية. تأهل الجزائر وفرحتها ليست للجزائر فقط وإنما لكل العرب، وتمنى أبو تريكة أن يأخذ محاربو الصحراء في الدور المقبل بثأرهم من ألمانيا. أصبح المنتخب الجزائري عقدة لن ينساها الإيطالي فابيو كابيلو مدرب منتخب روسيا، وذلك عقب تسببه في خروجه خالي الوفاض من بطولة كأس العالم. فالمدرب الذي خاض موندياله الثاني التقى بالجزائر في المناسبتين، في المرة الأولى خلال مونديال 2010 تعادل سلبيا وهو يقود المنتخب الإنجليزي، واليوم تعادل إيجابيا وهو يقود المنتخب الروسي. وفي المناسبتين تم تقييم موندياله بالفشل، لأن منتخب الأسود الثلاث في مونديال 2010 حقق فوزا واحدا وخرج من الدور الثاني. أما هذه المرة فخروج الروس مبكرا رغم التوقعات الكبيرة منهم. الجزائر تفوقت على روسيا في كل النواحي سواء فنيا معنويا أو ذهنيا، وكانوا الطرف الأفضل طوال المباراة، كما قاموا برد فعل ممتاز بعد التقدم الروسي واستحقوا من خلاله التأهل. وليس معلوما لحد الآن إن كان الإخفاق الروسي سيؤثر على مستقبل المدرب فابيو كابيلو، خصوصا أن هناك منصبا متوفرا في تدريب المنتخب الإيطالي. حمل مدرب منتخب روسيا فابيو كابيلو الحكم التركي شاكيري مسؤولية إقصاء منتخب روسيا على يد المنتخب الوطني. وقال المدرب الإيطالي إن الحكام يقفون ضد منتخبه دائما، وأضاف إنهم يذهبون ضدنا دائما، لقد كانت هناك ركلة جزاء لصالحنا ولم يتم احتسابها. وقد كان المنتخب الروسي مرشح بقوة للتأهل إلى الدور الثاني رفقة بلجيكا، لكنه لم يقدم مستويات جيدة في مبارياته الثلاث عكس الجزائر التي فازت على كوريا الجنوبية وحققت تعادلا إيجابيا أمام روسيا، وقبل ذلك خسرت بصعوبة كبيرة أمام بلجيكا، وهو ما أهلها لحجز مكانة في الدور الثاني. من جانبه لم يستسغ الناخب الوطني وحيد حليلوزيج التصريحات الإعلامية للمدرب الإيطالي فابيو كابيلو الذي حمل الحكم مسؤولية إقصاء منتخب روسيا، ورد البوسني بقوة حين أكد أنه كان من الأجدر أن يتحدث كابيلو عن اللقاء ويشيد بالإرادة القوية لأبناء الصحراء بدل تبرير الإقصاء بأمور لم تحدث إطلاقا في المستطيل الأخضر.